منهم أي دخيل كان صنعته يزرع أرضه وتملي من بيته الفرض وكان يحافظ على عرضه ولا يحب القلو الكيل على المدرسة راح واندخلي يعلمه ويزيد تفصيل صرف عليه ولا كانش دخيل وهو راضي بالقليل بيلبسه أحسن شكله جميل وحش. القصة اللي بدأت فيها يا جماعة اللي بتوحد الله بتحكي عن الظلم، صراع بين الظلم والخير يا سادة يا مستمعين. ليك يوم يا ظالم تشوف الذل فيه ألوان وتقول يا ريت اللي جرى بتوحد الله. الكبير اسمه حامد والصغير اسمه خليل. حامد كان بيشتغل في الارض يا سادة اللي بتوحد الله، يعني كان بيشتغل فلاح. واما خليل حامد أخوه رباه وعلمه في المدرسة يا سادة يا مستمعين. خليل في يوم من ذات الأيام دخل على أخوه حامد لقى عمال بيعيط. قال له مالك يا أخويا؟ حد قطع لك زراعتك في الغير؟ قال له حد غرق لك أرضه؟ قال له لا 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 لا. قال له مال ايه؟ مال بتبكي ليه؟ قال له تعالى خش عليا. مسكه من قميص البدله وقال له مين اللي بيرسل لك قميصك ده؟ قال له لا انا لا انت. قال له مين اللي بيهيئ لك اللقمه اللي انت بتاكلها؟ قال له لا انا لا انت. قال له حنتنين عايشين في العشاء دي لغايه امتى يا خليل؟ قال له يعني انت بتلف وتدور علشان ايه؟
عاوز تتجوز يعني من جهتي انا؟ فانا لسه طالب في التعليم. اما من جهتك انت يا اخويا اتفضل روح اتجوز، بس اوعى يا حامد من بنات اليوم. حضرة النبي بيقول في حديث ما معناه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولدينها ولحسبها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اللي تتجوزها يا حامد لازم تكون إنسانة متدينة. قال له يعني انت لازم تكلمني بالنحو يا خليل؟ قام بصله وقال له ايه؟ وعاش الجمال النبي يصلي عليه. بس يا اخويا روح روح. حامد تنو
ماشي وراها وصل لغايه البيت واتقابل مع ابوها يا جماعه يا اللي بتوحد الله. وخطبها الراوي بيقول في المجال ده ايه؟ حامد تزوج يا سادة بزوجة اسمها سعادة، حامد تزوج يا سادة بزوجة اسمها سعادة، عاشوا في عز وسعادة. بعد ما تم الزواج يا سادة يا اللي بتوحد الله، ومنظره جميل، وتنظر لحامد جوزها الفلاح وتتحصل وتقول ايه، وعاش الجمال النبي يصلي عليه. والورد ليه يطفو اللي ما بيشموش، وانا اللي صين الوداد وعمري ما خنتوش. ليه بس حامد من حصي خليل مش من حظي، ليه بس حامد من حظي وليه خليل مش من حظي، صبحت اندم على حظي اخد الوحش واسيب الجميل، لازم خليل ده يبقى لي، لازم خليل ده يبقى لي، مش عايز ابعدي وحلالي، ده جمال خليل زي جمالي، من النهارده بحب خليل، لازم خليل ده يبقى لي، مش عايز ابعدي وحلالي، ده جمال خليل زي جمالي، ومن النهارده بحب خليل. خليل طبعا بيلبس البدله علشان رايح المدرسه في الصباح، فدخلت كده بتلبسه جاكيته علشان ان هو يعني ياخد باله منها ويعرف بانها بتلاقيه يا ساده يا مستمعين، ولكن هو طبعا ما سالش عنها ومشي في خط سيره. قالت يا بنت زورها له شويه، استنظرته قدام الباب وخلته جاي من المدرسة، وراح شايلة منه الشنطة وبصت له وقالت له ايه؟ من الصبح قاعدة بستنظر لحد ما تهل وتحضر، من الصبح قاعدة بستنظر لحد ما تهل وتحضر، وامتى بقى حبي واصبر وامتى قلبك ليا يميل، انا من الغرام جاي احكي لك عالرمل افرش منديلك، اقعد معايا وانا احكي لك واسمعني لك عندي مواويل، من الصبح قاعدة بستنظر لحد ما تهل وتحضر، وامتى بقى حبي واصبر وامتى قلبك ليا يميل، انا من الغرام جاي احكيلك عالرملة افرش منديلك، انا من الغرام جاي احكيلك عالرملة افرش منديلك، انا من الغرام جاي احكيلك عالرملة افرش منديلك، واقعد معايا وانا احكيلك، واقعد معايا
حلو عليك لو ايه؟ يا حلو يا اللي الهوى من يمي تهجاني اغير عليك من الهوى لو يوم هوى جاني ده انا كل املي يكون بالك على بالي اعطف وحن عليه ماليش امل في الوجود غيرك حيبقى في نص الليل ولو ما سألش عنها النبادي ده آخر مشوار لازم هتنفذ الخطة اللي في دماغها يا سادة يا كرام راحت له خبطت له على الباب مين؟ قالت له أنا سعادة مرات أخوك افتح لي الباب لحسن انا عاوزه نور الاوضه ينور الصاله وعاوز اقضي طلب من الصرف فتح لها الباب وقفت قدامه وقالت له ايه اطلع عليا وبص في عينيا اطلع عليا وبص في عينيا يا غالي عليا جاوبني ولو بسؤال اطلع عليا وبص في عينيا يا غالي عليا جاوبني ولو بسؤال اطلع عليا وبص في عينيا يا غالي عليا جاوبني ولو بسؤال جاوي بصي لي اقولها ايه بيقول لي انت زي القبر من بره منظره ظريف وجميل ومن جوه فيه الرمم والدود والدم منه بيسيل اللي بتوحد الله لانه كان بيذاكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له سيبك من الكلام اللي انت بتذاكر فيه وتعالى لحسن انا عاوزاه خليل بص السعاده ولا ايه ازاي اسيب النبي وامشي ورا الشيطان واترك جمال الحبيب وامشي ورا وصل لغاية الغيط سهران في أرضه وفي ساعة متأخرة من الليل
حصلت. وعاش جمال النبي يصلي عليه. فلما انقسم الليل نصين أفخر ملابس حريرية، لابسة ملابس مغرية، أفخر ملابس حريرية، لابسة المصاغيج بمية، لابسة المصاغيج بمية، والشعر فوق الخصر يميل. لما انقسم الليل نصين وكانوا كل الناس نايمين، راحت له زي غراب البيت، ماشيه بتبنى افطار واتنين، لابسه ملابس مغريه، افخر ملابس حريريه، وكمان ذهب يسوى الميه، والشعر فوق الخصر يمين، راحت له تخطر كالغزلان، وجسمها يشبه غصن البان، وخليل بيذاكر سهران، وخليل بيذاكر سهران، قالت له افتح بقى يا خليل. خبطت له على الباب. هل خليل فتح لها الباب يا سادة يا مستمعين؟ لا، ما فتحش، فتحت هي عليه بجمالها، القط روحها عليه، وما هي قبله ما بين يديه، ودمعها مليل مليل. فتحت هي عليه بجمالها، القط روحها عليه، ما فتحش، فتحت هي عليه بجمالها، القط روحها عليه، وتهيأت له ما بين يديه، ودمعها وحد الله. بيقول الحلو لما يضع شرفه ما بنحبوش، ولا
يشموش، والمرأة كالظل تهرب منها تجري ورا، والنفس دايما بتتمنى اللي ما طالتوش. وحامد فتح باب الدولاب
المسدس ونوى انه يضرب اخوه بالنار. يا سادة يا اللي بتوحدوا بعض. سحب المسدس لاخوه فيه 7 طلقات من غير ما يسأل ولا يسمع إليه كلمة. من قطر غيظه ضرب فيه 7 طلقات ما في طلقة طلعت فخوه وهو قدامه. والظلم دايما يموت والحق عمره ما شرفه ما بنحبوش، والشهد لما يقع على الارض ما بناكلوش، والورد لما يقع بندوسه ولا نشموش، والمرأة كالظل تهرب منها تجري وراك، والنفس دايما بتتمنى اللي ما طالتوش. قرر السعادة يا سادة يا اللي بتوحد الله انها تيلي بالآية، بدل ما كانت هي اللي راحت لخليل مرة واثنين وثلاثة واربعة. قالت يا بنت والله لازم احرمه من حب اخوه، واحرم اخوه لازم اوقع بينهم الاثنين، لازم احرمهم من بعض. فلما جه حامد جوزها بصيت له وقالت له ايه؟ حامد اسمع واصغالي، اخوك خليل اللي لجاني. يا حامد اسمع واصغالي، اخوك خليل اللي لجاني، وحبي يحظى بوصالي، وانا تركته في جنح الليل. ايه العمل في اللي يخونك وفي حريمك ما يصونك؟ ايه العمل في اللي يخونك وفي حريمك ما يصونك؟ اسمع وفتح لعيونك، لازم تقتل اخوك خليل. في قلبي حامي شعلت نار وقال حدايا خيانة في الدار، لازم خليل اضرب بالنار ويبقى موته حتى قليل. فسدت بينهم الاثنين يا سادة يا اللي بتوحد الله. حامد علشان راجل فلاح على الفطرة مصدق كلام مراته، وفضل يبكي بدمع العين ويقول ايه؟ عجبي على ناس تكرمهم يزيدوا عليك، تسقيهم الشهد يسقوك سمي يضوا عليك. وعجبي الدولاب وجاب المسدس ونوى انه يضرب اخوه بالنار. يا سادة يا اللي بتوحد الله. سحب المسدس لاخوه فيه 7 طلقات
من غير ما يسأل ولا يسمع إليه كلمة، من كتر غيظه ضرب فيه السبع طلقات، ما في طلقة طلعت فخوه وهو قدامه، والظلم دايما يموت والحق عمره ما مات. مسدس من ايده حامد خجل وخانته ايده، وصعق مسدس من ايده، خدوا خليل له بيده وقال له اضرب اخو خليل، اخوك يموت سايب النار وربنا بيدينا على، اخوك يموت سايب النار وربنا بيدي الأحمر، الأحمر تتحدى النار ومن يقصر عمره طويل، خوك يموت سايب النار وربنا بيدي الأحمر، الأحمر تتحدى النار ومن يقصر عمره طويل. المسدس وقع من ايده على الارض يا ساده اللي بتوحدوا بعض، والطلقات طلعت في الهواء. خليل خد المسدس وقال له خد يا حامد اضرب اخوك بالنار علشان كاد النساء الغدار، قال له لا يا اخويا لا، مش هضربك بالنار، انا عرفت بانك مظلوم وعرفت بان التعب والظلم كله من مراتي، وانا لازم هطلق مراتي وهعيش معاك زي زمان يا خليل، انا ما سمعتش كلامك من بادئ الامر يا خليل، انا عرفت بان هي اللي وقعتنا في بعضينا. قالوا لا، خلي زوجتك وياك وعيش معاها ورب ابنك بدال ما يتعذب ابنك وحد منكم بخته يميل، اما انا سيبني في حالي انا صغير لسه وخالي، وربنا شايف حالي، بس انت يا اخويا اوعى لابنك نبيل. وحامد عاش طبعا مع مراته سعادة ومع ابنه نبيل، وخليل ترك اخوه ومشي بلاد الله لخلق الله يا سادة يلي بتوحدوا بعض. صلي عليه مشي ويودع بس اخاه، مشي ويودع
الراح بسلامة كان ثقته بالله وكان مسدس اخوه وياه وكان مسدس اخوه وياه نسي واخده صار بالليل وهو ماشي يا مستمعين سمع استغاثة من ناس ماشيين وهو ماشي يا مستمعين سمع استغاثة من ناس ماشيين في تاكسي كان عليه فايتين من مدة بسيطة منذ قليل خلي الجري راح يسعفوه وبسرعة حالا راح شافوه قطع طريقه وقفوا أمامه شوفوا الحكاية بالتفصيل خليل مشي يا سادة يا اللي بتوحد الله ماشي في طريق مقطوع اشوف نور عربية جاي من بعيد عند ما شاف النور قال يا ولد الطريق ده طريق مقطوع ما بيمشيش فيه العربات الحكومة والمباحث لازم اخوك يا ولد بلغ فيك علشان المسدس اللي معاه ورخصته باسمه مش باسمك انت يا ولد تخليل كده نام في مصطاح الطريق فالعربية فاتت من عليه بسرعة بعد ما بعدت عنه بقليل سمع استغاثة يا سادة يا مستمعين شاف في نور العربية عصابة اتلمت حوالين العربة خليل قال يا ولا اهجم عليهم بالمسدس يا ولا فدور الجري وقال ايدك يا جدع انت يا خينا راح متك على الزناد بسرعة من الواحد الديان طلعت الطلقة يا سادة يا اللي بتوحد الله وبعد ما تفرقت العصابة صاحب العربية بصيله كده وقال له تعالى يا خينا اسمك ايه؟ قال له انا اللي خني زماني والاهل ظلموني انا اللي خني زماني والاهل ظلموني ومرات اخويا وحكى له الحكاية بانه بعد ما بقى طالب في القسم الثانوي حصلت الفتنة بينه وبين اخوه يا سادة يا مستمعين فترك المدرسة وترك الدراسة ومشي بلاد الله اللي خلق الله قال له طب تعالى اركب معايا يا حبيبي تعالى ايه اللي مشاك في الطريق المقطوع ده بيركب في العربية لقى واحدة جميلة راكبة في العربية جميلة واسمها جميلة اسم على مسمى يا سادة يا مستمعين جميلة هامد جماله والنظرة له شغل باله جميلة هامد جماله وبنظرة له شغل باله جميلة هامد جماله وبنظرة له بشغل دماغه وأمه كانت دعياله هي جميلة وشكله جميل وحده وعاش خليل مع الراجل الطيب ده وجزاء طبعا ما نجاه من العصابة الراجل حب يردله الجميل فقدم له في المدرسة من جديد وبعد ما خد الشهادة السنوية دخل كلية الحقوق يا جماعة يا اللي بتوحد الله وحصل على ليسانس الحقوق وأول ما اتعين وكيل نيابة البندر
يفضل يترقى لغايه ما بقى قاضي محكمه الاستئناف يا جماعه يا اللي بتوحدوا الله. الراجل ابو جميله لما لقاه كده اتربى قال يا ولا انت هتجوز بنتك لمين احسن من كده؟ فراح جايب المأذون كتب كتابه على جميله يا ساده يا اللي بتوحد الله. بكده شفنا مع بعضنا الخير وعرفنا نهايته كانت خير. لان انا قلت في بابي القصه يا ساده يا اللي بتوحد الله ان القصه بتحكي عن الظلم وعن الخير. هي صراع بين الظلم والخير. شفنا مع بعضنا الخير وعرفنا نهايته كانت خير. عاوزين نرجع للظلم، نرجع للسعادة، نرجع للغدر ونشوف كانت نهاية سعادة ايه. سعادة لما حست ان لوحدها في البيت وجزا طول النهار شقيان في الغيط ويجي بالليل ينام يا سادة يا اللي بتوحد الله. يجي بالليل تعبان وشقيان فطبعا البيت خليلها خليل طلع وساب ليها الدار. ففي يوم من ذات الايام الصالة فشافت ابن الجيران نظر إليها قالت له حضرتك اسمك ايه؟ قال لها أنا اسمي حسين. قالت له أهلا أهلا بسحس. جوزها دخل الدار لقاها طبعا واقفة بتغازل ابن الجيران فدور فيها الضرب يا جماعة يا اللي بتوحد الله. عاوزة ترضي ابن الجيران تعمل له ايه؟ واحد شاري عرصتين من الدكان كتبت له عقد بيع بالبيت وعقد بيع بالغير وسجلت العقود وختمت بختم جوزها وعملت كل الاحتياطات اللازمة يا سادة يا مستمعين. عملت كل الاحتياطات اللازمة لما لقاها طبعا احوالها متغيره نوى انه يتخلص منها باي ثمن ويروح يبحث ويدور على اخوه. فدخل عليها ولا سعاده سعاده ما كنتش لازماني روحي وسيبيني انا بحالي. سعاده ما كنتش لازماني سيبيني انا بحالي. قالت له اسمع اقوالي انت دلوقتي حدانا سالي. انا اللي راح اخليك من البيت مالكش عندنا بيت ولا غير. انا اللي راح اخليك من البيت مالكش عندنا بيت ولا غير. حبلك قطعت خلاص من البيت اطلع وحصل ابوك مالي. مسؤولين في القرية علشان ترجع له الأرض ويرجع له البيت تاني ولكن ساعات
على اهل الكتاب. كتب بلاغ وقدمه لحضره العمده، وحضره العمده حول البلاغ للنقطه، والنقطه حولته للمركز، والمركز للنيابه، والنيابه للمحكمه، وبقت قضيه تزوير في المحكمه يا جماعه يا اللي بتوحدوا بعض. بصمه حامد، لانها بصمته على العقود وهناي، فالعقود طبعا ببصمه حامد وبختم حامد وعليها الشهود يا ساده يا مستمعين. فمن اول جلسه حكم بالبيت والغيط لصاحبنا سيف، فرجع حامد مكسوف اليدين يا سادة يا اللي بتوحدوا الله. حامد في يوم من ذات الايام قاعد قدام الجامع، طالع من الجامع قال له مالك يا اخينا انت قاعد كده؟ قال له حصل كذا وكذا وكذا، ولا عبد لي لا بيت ولا غيره، بيت على الحديدة وحتى الحديدة اتباع. قال له طب ما تروح تسالف، قاضي المحكمة شيع إعلان لحسين وإعلان لسعادة وإعلان لحامد. قاضي محكمة الاستئناف في العليا هو خليل يا سادة يا اللي بتوحدوا الله. حسين راح لسعادة في ظلام الليل وقال لها يا سعادة إذا كنا عدينا من القضية الأولى مش ممكن هنخطي أبدا من القضية الثانية، بلاش كده وسلمي البيت لجوزك وسلمي اللي جبت جوزك، العقود من زوارة يا سعادة. قالت لا، زي ما وقفنا وقفة راجل واحد في الجلسة الأولى وفي القضية الأولى لازم نقف وقفة راجل واحد في القضية الثانية. هنا طبعا نبيل نايم وعمل لأنه نايم وسمع هذا الكلام يا سادة يا اللي بتوحد الله. فلما صبح الجميع علشان يحضر الجلسة نبيل جري وصل لغاية الجامع وقال لأبوه على الحكاية من البداية للنهاية. قال له يا ابني بس شهادتك ما تنفعش معايا لأنك انت ابني. حضر المحكمة جميعا وجلس الجميع في مدرج المحكمة. قاضي محكمة الاستئناف العليا خليل بيقول له انت بعت يا حامد؟ قال له ابدا، لا لا لا. قال له انت
البيت واشتريت الغاز وحبطت سحامد الجنيه يطق الجنيه وحتى مراته وشهد عليه. قال لها جوزك باع يا سعادة؟ قالت له جوزي باع وهو اللي ضلالي وقليل الدين. قال له معاك شهود يا حامد؟ قال له والله يا حضرة القاضي أنا ما معي شهود سوى ابني الوحيد. قال له هو فين؟ قال له أهو. قال له اسمك إيه يا ولد؟ قال له نبيل حامد. قال له إيه اللي شفته يا نبيل؟ قال له أنا شفت الراجل ده جاي يلومي في ظلام الليل وبيقول لها كذا 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 كذا. طبعا حسين ارتعش والحق له رجلين بيمشي عليها يا سادة المشرعين. نبيل بص لحضرة القاضي وقال له ايه؟ بيقول له خليك حكم عدلي واعطي الحق لزواته ويكون بين الناس ميزان معدولة كفاته. كل شيء فاته. حضرة القاضي حكم بالبيت والغيط، حكم بالبيت والغيط لحامد وبالسجن 7 سنوات على سعادة وحسين، وقال له على العموم يا حامد انت انا شقيت علشان تربيني، راح مطلعه المسدس من الدنيا وقال له انا اخوك يا حامد، انا خليل اخوك اللي كنت طردتني زمان، وعلى العموم انا لازم هرد الجميل بجميل زيه واحسن منه. فقال خليل لاخوك حامد اليك هدايا خليل خالد، فقال خليل لاخوك حامد جيل الاوان تاخده يا خالد، جيل الاوان تاخده يا خالد، واللي بدا صاحبي الجامد، واللي بدا صاحبي الجامد، ورجعوا لي بعض الاخوات واتجوزوا اتنين اخوات عاشوا سوا اسعد اوقات، جمعوا الاتنين اخوات عاشوا سوا اسعد اوقات، واللي انظلم ما يعيش زلي.